أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاحي إخواتنا لبيخ وإنكاراني عزيز وخوشويست بيتانا قينوا بو بياتشونويتش إخيرابة بابتكاني ورزيكم بو خوينكاراني كبشدار بون لبروجي ريسكيو ولامي برسياركان تانينوا وميدوارين كسوديكي باشي لي وربقرن سرتابة برسيارك دس بيكين كخوينكاريكي عزيز وخوشويست برسياري كردوا سبارت ببابتي شاشوشي بيقمان قاعديكي صيني مان بيوتبون كقاعدة شاشوشي بو شاشوشي طبعا مرجنية بيتي الشين بي بس كل سرو بو كاملا بكارناني زماني عربية سي حرف مان هيك بيانو تري المصوت ياخد حرف علة أو سي بي تجبريتين لألف واو يا زور جاري اما توش إشكال بين لناسي نوي أو حركي كبيتي بيش أم حركانها أم مصوتانها هيتي لا شايا دي قدين أزيزان حركاتك بيني من بيتك ألف هاو بدوايا با حركشي بو نكرابه اما زاني نو بيتي بيشو بدلنيا يو فتحي هي چونك فتحة مجانسة وليك چوني هي لقال ألفا كواب قاعدة شابريتي لوي هر حرفيكي ساكن من هبو حرفيكي صامت من هبو حرفيكي آسائي ألف بدوايا هاو دلنيا بين كاو حرفة فتحي هي واقر بيني من او بيتا واو بدوايا هاو دلنيا بين كاو بيتا من ضمي هي واقر هاتو يا هاتبو بدوايا دلنيا بين كاو بيتمان كسري هي اما سبارت با قاعده شاشوشي كلا دروس كردني صيغه كانا زور جار يارمتي مانها بتايبت لدروس كردني فعل امر لحذف المصوتة بيست مان بيتي ابي بزانين ك بدواي حركاتك لدواي بيتي كي صحيحه و الف بكار هاو بدلنيا و بيت فتحي هي واقر واو بكار هاو لبيشي و ضمه هي واقر ياء بكار هاو لبيشي و كسره هي خنكاري كي تر برسياري كردوا سبارت با ناي متكلمين أهتشون إما بتوانين نا المتكلمين بناسينوا عزيزي من ناي متكلمين يشكلا ضمير كان هركاتك بدواي فعلوا يان بدواي اسموا نايك بكارهاو بدلنيايو أو ناي متكلمين يعني أما هيج ناي كترمانية بيجقل ناي متكلمين مقروشيك نبي كهر خوي أخيرك ناي بيو بي يعني مثلا بون منا أقر إما يشك ناي مير نابي يعني يقول والله أمنا ناي متكلمين بدل نيايون خير أجينا هرشينا يقل أخير اسم كانوا يان فعل كانوا يان حرف كانوا اللي كان بدل نيايون ناي متكلمين من واي بوش ما بس تي برز دوابه ناي متكلمين شكاتي جابي بفاعل وشكاتي جابي بمفعول به شك زورك لخيون كاران إشكال يعني هي لسر أو لبابتي استثناء تما شاكين جرهات ولا دواي اسمه نابا كارها يعني هركاتك أو كلماني كنان بيو ألجي بريتين لا حرف اسم لقال فعل أمسي أنا احتمال هي لدواي أنا بيتينا بكار بهنري ياخذ ضمير ورناوي نا بكار بهنري هركاتك حرف ناي بيو بالجي بتايبت حرف جر طبعا ما بست معنا حرف جر بدنيايو أو نايمان أبيب ضمير متصل في محل جر مضاف إليه مضاف إليه نا كمان ناي متكلمين بلا ما بيب مضاف إليه أقر بحرف جر والكا وكو علينا بنا فينا منا تاك وتاي وأجر اسمك ضميري بيولكا خلندو معنا لمقدمة كم اسم بيلين وهو مضاف وبدلنيايو أو نايك الدواء وبكار هاتوا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ببورن لا حرف جر كا بهلوت مان مضاف إليه هنا في محل جر اسم مجرور يعني بالإضافة اسم مجرور بلا ما جرب اسمك ولكا بيجمان أو نائب بضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه وكو مثلا كتابنا مدرسنا تاكوتاي أو كزور قرنبو أما أنبو لبابتي استثناء أما بيس مان بيبو هر كاتك فعل نائب يولكا أو نائب مان بيبتي لم كاتي أوت مان بيدي قد بين هر كاتي ناب فعل كان ولكا أبيب مفعول به نا ضمير متصل في محل نصب مفعول به نا كمان أبيب مفعول به تنها يك حالة مان هي كبفعل ونايب والكاو ونابي بمفعول به أو فعلاني كنا لقلب كاردين سي حالة يان هي يان فعل كمان ماضية يان فعل كمان مضارعة وياخد فعل كمان فعلي أمر أمس فعل مان هي أقر نايان بي والكا ببي اختلاف ببي مشكلة هر كاتف فعل كمان مضارع بو نا كمان بي بمفعول به وأقر فعل كمان فعل أمر بو أين نشدنا كمان بيبا مفعول به تنها إشكال لفعل ماضية هي لكاتي فعل ماضية أو ناي بيو يلجي دو حالتي هي أقر لبيجنا كمانو يعني كاتي ناكا بكارين راو بيجنا كسكوني هبي جاوازة
واگر پیش ناکش فتحیه به جوازه هر کاتیک نا به فعلی ماضی ولکا و پیش ناکش سکونی هبو و کو کلمه مثلا ضربنا او نا یا به ضمیر متصل مبنی فی محل رفع فاعل واگر هاتو او نائمان كالاخير وبفعلك والكاو بيشوي فتحيها بو لو كاتانا كما نبيبا مفعول به مثلا الين ضربنا بمشيوي لم كاتانا كي كهمانا ضمير متصل في محل نصب مفعول به كابي امتي قيشتين نال هم كاتانا مفعول به لكاتي فعل امر لكاتي فعل مضارع لكاتي فعل ماضي شهر مفعول به اجر بيشوي فتحيها بو بلان اگر پیشی فعل ماضیه یعنی پیش ناکه لفعل ماضیه که سکونی هبو لو کاته ناکه ما نبیه با فاعل سبارت با پرسیاری کتر مقابله و توازی خونکاری چی عزیز پرسیاری کردوا جاوازی لنوان مقابله و توازیه چیه دو بابتی زور جاوازن لیک اگر نبیه با دوائی با تانواری نگرد لوانه بلی نوکو جاوازی لنوان شوتی و کلاجوه دو بابتی زور جاوازن لیک ربطیان به کونیه مقابله بریتیلا بکارهنانی چند طباق یک لجمله که خیلی کاری که تریش عینا شل سر در شعر یک همان پرسیاری کردوه و آب باش زنم هر دوچان بیک و ولام بام و در شعر یکی آو به اما و دعای کردوه لو در شعره آیا مقابله تی آیا یا خود طباقی تی آیا عزیز ما گنجی مقابله شی تی آبیو طباقی شی تی آهبت بله سوارت با مقابله بریتیلا کوبونوی چند طباق یک بیکو اما طباق من خوین دو پیشتر طباق بریتیلا الجمع بین معنیین متضادین کوکردنوی دو معنا ک دجی یکن مثلا الموت الحیات ام دوانا دجی یکن الموت لقال الحیات طباق کمان لنیوان کلمه الموت و الحیات دو شن ک دجی یکن لناحی معناوا بو هم دوانا طباق هي لبيني انا لعلمي معاني لا لو اتاسازي ابا بن الذي لا لا اما بم دوانا معنى والضد دجي يكن بلام لا بلا غير لا روان بيجا ام دوانا بيان لين طباق جوري كتر لا طباق ما نهبو وتمان طباقي سلبي بي وتري ما طباقي ايجاب هر دو شكا موجب بلا ما غير دو شكا بس سلب يعني كي كان بنفي كرابه بدجي ويتر وكوي مثلا القران اهمانا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعلمون لقال لا يعلمون بيقومان أم دوانش دجيكن أقر بين بلين أي مقابلة جاوازي تشيلة قل طباق مقابلة عزيزان هر بريتي لطباق بلان كوبونوي چان طباقك بيكوا كوبونوي چان طباقك بيكوا لو كاتها مقابلة درست به مثلا لو قلنا الحياة حلوة والموت مر الحياة حلوة جان خوشة حلو والموت مر لم كاتا دي قدين لنا وامر استيها دو شمان هيك مقابلان هي لقل يكا الحياه بيتشوانكي طباق كبريتي لا الموت حلو دجكي بريتي لا مر دو طباق وجودي هي طباق هي لنيوان حياه وموتا وهي لنيوان حلو مر كاتك بيني ما ندور استا برامبريان هي لقل يكا لو كاتا اما بامر استيها اتوانين بلين شيتيا هي مقابله او خن کار از زبر سیاری کردو اگر هر دوکان بکار هاتان هر کاتی مقابله من هبو بدلنیای و طباقش من هیا بلا مرجنیا هر است یک طباقی تیابو مقابله شی تیابی اما اسای جوی زکی که باس من کر پیشتر معنی اوت من هرچی جوی زه خره بلا مرجنیا هرچی خربو جوی زبه کابتی اگین معنی امر است یک مقابله تیا هیا بدلنیای و طباقش تیا هیا بلا آیا هر استيك طباقي تيابو مرجع مقابلة تيابي بدلني أيوة نخير بويتي يجين لي رواه مقابلة طباق لخو أجري بلام مرجنيا هم رستيك طباقي تيابو مقابلة تياها به هذا سبيشي بو كاميان يعني يقول رستيك هر دوكي تيابو إما الاختيارات كاميان هل بجيرين أو خلينا كعرف السيارة كي أويا بيقوم أن نكري ما مستار رستيك مقابلة وطباق لبيك هو موجودة قر جملة كطب مقابلة تيابي نكري الاختيار كان طباق شيء عبيته أبي تنها يعني مقابلة باتي يعني طباق إجنا هر دوكي باتي تو تواني اللي اختياره كان أو اختياره هو بجري كالي هر دوكان راستن مثلا ألف واي دابن أي بريتيب إلى الطباق بي بريتيب إلى المقابلة سي بريتيب إلى أي بي بيكو أو وقت تو أي بيكا بيكو هلا بجري نمونكي وخيون كارب الرزة بريتيب إلى أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا وابغض فيسمى الكون سجنا مظلما أهلا مرستيا طباقها يعني مقابلة عزيزم أو رستيوك وبمرن كرديتوا هم طباقي تياها
هم مقابله شتياها تو بيني شنوشيك مان هيك دجيكن يشك لو انا احبب ابغض كبيتوانيكن خوشت بي خوشت نوي لي بزربه وكلمه قصر لقال كوخ اجر برين دجن واروها كلمه مظلما لقال نيرا ام دوانا بيتوانيكن يعني سي طباق لو جمله وجودي هي بويا ام جمله سي طباق تياها وبقشتيج مقابله تياها اما سبارت با ام برساره اگر لدواي فرساري كيترمان كخيون كاريش عزيز كردويتي قال دواي اسمي مفعول او اسم مفعول اگر وشي منصوب بكار بيه بيكين بچي عزيزان اما وتمان اسمي مفعول لفعلك درستك ريك فعلك فعلي مبني للمجهوله بكار ناديارا هر فعلك بكار ناديار بيه وقتي خوي لاصلا فاعلك يهبوا مفعول به شي هبوا كاتي كردو مان بكار ناديار فاعل كمان لا بردوا بكار كمان ناديار كردوا مفعول به كيتا بيشوا أبي نائب فاعل بويا أوش مرفوعيك الأدواء ودي أموتو معنا فيه وتري نائب فاعل نعم بلام أقر بدوايا طبعا ما أقر هاتو أمو شيء كبكار هاتبو وشيء مرفوع بو يستنمو نيكشتان بو نوسين وأقر هاتو أو شيء الأدواء وهاتبو منصوب بو بيقمان يما يكين بها مفعول به أقر هاتو وشا كمان منصوب بو مثلا ما مزروع ما مزروع حقله قمحا ما مزروع حقله قمحا خويل أصلا زرعت الحقل قمحا بوا يعني حقله نائب فاعل قمحا كين با مفعول به يعني أجر لدواي شونك يا ما هندي فعل مانه هرتش أنا فعل لو جوار أجنية هندي فعل مانه متعدية ولا دو مفعول مفعول به كم يتبي الشباب بنائب فاعل مفعول به دو هام هرب مفعول به مينيتوا يعني بفعلك إيش بكين ببكر ناديار مفعول به كم إيش بكين بنائب فاعل إستا أتوانين أو بكين بمفعول به أوش سبارت بو برسيارة برسيارة كتير مانه سافر الطلاب إلا معلميهم سافر الطلاب إلا معلميهم آية معلميهم مستثنى كمان شون إعرابك ري علامتي نصبك إيجيا بيش يمخون كار عزيزمان كشي هبه سبارت بعلاماتي نصب عزيزم لمقدمة اشتيق هي بيخون كاراني عزيز إصالاني رابردو بيزانا أبيش أويا علاماتي رفع نصب جر جزم أبي حتما ضبط كرابي كلمة إلا معلميهم إلا معلميهم أم مشكلة لناس إنوي جوري استثناء كانيا تنها مشكلة هي لتشونتي إعراب كردنو علامة نصب كلمة معلميهم طبعا استثناءات استثناء شيء منقطع لو نمونيتو بعس كردوا سافر الطلاب سافر الطلاب إلا معلميهم يا مازان مستثنى منه كمان بديتيلا كلمة الطلاب إلا أداة استثناء كمان معلميهم مستثناء شون كام دوانا يك جورنين استثناء كمان جوركي بديتيلا استثناء منقطع وحكمك بديتيلا النصب كلمة معلميهم كاتي إعراب يكين بيالين مستثنى مستثنى منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم معلمين جمع مذكر سالم عزيزم كلمة معلمين نون كيبيوب ولا أخيرا بار لبولي يانزايا برجويت كوتوا تحذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم عند الإضافة نوني مثنى نوني جمع مذكر سالم كاتيك كمضاف نون كان بيونام يعني نون كان حذف كريه إما لم رستيا معلميهم حكمك نصبة بويك إعراب يكين مستثنى منصوب بلام الأخير وضميري تي بيوالكاوة ضميري همي بيوالكاوة بويعلين وهو مضاف أو هميك الأدواء مضاف إليه وتويتي أقل هاو شيوي أوش شنشيني شتكي ترمان بورن كيتواني أبي ورياب واني معلميهم لرا جمعة بلا ما قربوت رأى معلميهم أبو بمثنى هر منصوب أبو بيا بيا من وابا بجزانم علامات نصب تبير بكويتوا علامات النصب مستثنى كد منصوبة شن علامتي هي بو منصوبون أقر لحالتي آسائية تماشاب كي لكلميش آسائية إلا المعلمة منصوبة بيا بفتحة علامتي نصبة كمان بريتيلا الفتحة وأقر هاتو وش كمان مثنابو طبعا ولا اسم مفردة يعني لجمع تكسير وأوانة فتحة كمان ديارة زور بي حالة دواء يعني أقر وش كمان مثنابو يعني جمع مذكري سالمبو لو كاتا علامتي نصبة كمان بيبا الياء
وكو أمر استيك يستعمل بردمانها إلا معلميهم. وأقر وش كمان لأسماء خمسة به الأسماء الخمسة بينج اسمان هي العربية بيان علين الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك لقذو أمعنا أسماء خمسة أمبيوتر لو كاتها منصوبة بنبا الألف كابه. أقر يشيك نموني سادة لسريان ببينين مثلا أقر وايد أبني بلين إلا الطالبة مستثنى كمان منصوبة بفتحة. أقر بلين إلا الطالبين الطالبين بمشي ويا وهني إلا المهندسين هلين بالياء نالين بالكسر بالياء لأنه مثنى يعني جمع مذكر سالم. أقر أسماء خمسة بي مثلا إلا أخاك خوي أخوك يا بس أقر منصوب بي بي أخاك هلين منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. خوين كاري كتير برسياري كردوا سبارت با مشتقات أما مشتقات لكاتي درس كان ما نرون ما نكردوتو أززم كمشتقات أما العربية دو جور اسمان هي جامد لقل مشتق ومشتقات هشت دانن وطمان بحال بجاردن كلمة ثمانية بكاردي عدد المشتقات أو يكلم ورزاب وإما لمشتقات داخل به شوار جوريانا شوار جور لمشتقات شون بيناسينو أم خيون كارا عززو تويتي كاتيك دانا دانا يك يك مشتقات أخوانين زور آسانا بلان كاتيك نص قابة إما شون بتوانين مشتقات بناسينو شون كبرسيارة كان يمامي هالبجاردنا أو برسياري كان محدد لسر كلمة كي دياري كراوة مثلا لامتحاني بكالوريا بوتو هاتوتو على كلمة مثلا خرساء تجور مشتقيكا بلين يعني لسر وزني تشيا يعني كلمة كي دياري كراوة معينة بو دياري كا تو اگر وزني مشتقاتا كان اللبر بي بعثانية تواني او جوري مشتقيكا خيندوتا بناسي توا جورا كاني مشتقات كبو اما داخلا لمورزا بريتيا لاسم الفاعل كدوات رجلا رون كرنوي بابتا كان زياتر رون كرنوي لسرين اسم المفعول الصفة المشبهة لقال اسم التفضيل الصفة المشبهة لقال اسم التفضيل للراستيا أم شو أرجوار مشتقة حيج نزيكي شان لقال يكانية لقال لوزنة كان عزيزي من بونمونة اسم فاعل كتو درستي كي لفعلي ثلاثي لسر وزني فاعل اسم مفعول كدرستي كي على وزن مفعول يا باشا الرحمة لباوكت كلمة فاعل لقال مفعول نزيكيان لشوية هي لقال يكا بهيت شويني أنا رنجة توما بس بي لكاتي ميمن مضمومة أقر فعل كمان فوق الثلاثي بو شون بتوالين اسم فاعل واسم مفعول ليك جاوكيد اسم فاعل سرتاكي بميمن مضمومة دس بيكا اسم مفعول يشهر بميمن مضمومة أي كو بناسي نوا أزانين لإسم فاعل بي تي بيش آخر كسري أبي وكو مستخرج مستخرج استخرج استخرجوا كي كان باسم فاعل ببا مستخرج بي تي بيج آخر كسرين بلام ليس اسم مفعولة ميما كضميها بي تي بيج آخر فتحين إيه أما بدلون يأي أول نزيجيان هي لقل يكا بلام جاوازي بن الرتيان كتو جيانا كي توليكتر أو أم يان بيشوي كسري هي أو يان بيشوي فتحي هي بي تي بيج أخيري فتحي هي رن بي هندي وشهي توزي وردكاري تيابي مثلا بونمونة ملتقي لقال كلمة ملتقى أمان فتح وشتكي بوناكا أي شون بناسي نوا أرين بياساي شاشوشي كتوزيق لمو بيش ومان رون كردنوا تما شاكين كلمة ملتقي وكلمة ملتقى هر دوشان مما كان ضميه بلان حتشي بو نكراو بيتي بيش آخر تاوكو من بزانم بيتي بيش آخر مكسره ياخد فتحه اما قربيني من بيتي اخير من يأبو ببي قاعدة شاشوشي دلنيا بين بيتي بيش جاءك تي هي كسري هي كابي امان اسم فاعلة وقربيني من بيتي اخير من الف مقصورة الف ازانين بيتي بيش الف يعني هركات الف بكارها و بيتي بيش هوي قاعدة شاكية بدلنيا يو فتحي هي شو تياني اش كل اخواب زيابي هل يقرين بو زانكو واني بيتي بيش هوي دي قدين كابي فتحي هي تيجيشتي نمان اسم فاعل او اميدوها مشان اسم مفعولة اگر ما بس تلقى صفه مشبهه به صفه مشبهه وزنكاني هيج نزي شي نلقى اسم فاعل هي نلقى اسم مفعول وزنكاني زورن بويا لي رباسي ناكم اسم تفضيل لسر وزني افعل تنها يق وزني هي افعل بويا دوباره كما بوت
زور آسان لیکتر جا کردن و تنها ام دوانه تو زنیزیکان هلیک او ایش لرگه او کسر و فتحه او و اگر کسر و فتحه کش دانن رابو توی عزیز به بیرد بی اگر کوتاهی که یابو پیتی پیش اوی کسری هی اسم فاعله و اگر پیش کوتاهی فتحی هبو ازانی که او اسمی مفعوله و ات کوتاهی که الیف بی کوتاه پرسیارمان خوانکارشی عزیز و خوشویست پرسیاری کردو سبارت بگورینی مصدری صریح با مصدری مؤول يان ببيتشوانو قرني مصدري مؤول بو مصدري صريح لو بابتيك لسر قصيدي الحرية في سياسة المستعمرين هبو لو يزور بتفصيل بوردي والله ما ناوتوا بو يأتواني خينكاري عزيز بقرتو بو بابتي لو زانياري بيويز ورقريت هر سر كوتوبن سلاوتان لبي خينكاراني خوشويست دين سر بابتكاني ضوابط اللغة هر وحده او بجا بابته كان رونه كينوا سبارت با وحده يكم دو بابت مان هي لضوابط اللغه يكم بابتيان بريتيلا المفعول لاجله المفعول لاجله او كي جرينغا لضوابط اللغه توزاني لا امتحان نص قدريبته ولا سلو نص كومل برساري زورت ليكري زور جار لو برساراني كلا خواري كري جاري واهي نموني كي تياهي هجر ربتي لقل نص كانيه وام زانه همو پرسیاره که کرده ولو پنجاه پرسیاره اند لو سی پرسیاری ل تو کرد معنی ربطی هی لقل آن نصی سرواه و بتعیب دلم تحقیق کرد نوی ورزیه چون که نوسی نکیشی تیاهه یعنی کتابی منه تحلیلی منه پرسیاری واهه تو به بنوسید آبی اعرابو تفصیلات کان با باشی بزنی بارون کرد نوا مفعول لاجلیه اوی که ضرور به بیر ممکن تو تیاهه یه شکل منصوب کان یعنی بر دوام مفعول لاجلیه منصوبه ويشك لجوركاني مفاعيل كيما العربية شوار جور مفعول مان هي المفعول به المفعول فيه كبريتي لظرف زمانه مكان واتواني زور بعساني بينا سيتو للرئيوي كظرف مكانه ظرف زمان كان بزانيت ومفعول مطلق كزور جرينجا بدلني ايو برسياري تيابا كاردي هرچن لكتابك مانا امصالنية بلام لا تمريناتي اطلالة والامتحاني بكالوريات يقدين برساري لسر بكاراتوا مفعول مطلق وقت بيشتر رمان كردبوا مصدر منصوب يأتي بعد فعله يعني فعل من لفظه وشيء منصوبة مصدرك تشاوجيك بكاردي لدواي فعلك إخوهو أو أبو تشنمونيك من باسكرت مثلا إخوي لناو تمريناتك أنا داني كتابو فقد نفرت منك نفورا نفرت نفورا كلمين نفورا مصدرك بكارهن راوة و بيتكاني همان بيتي أو فعليك اللي بيشي هو باسك راوة مرجني راستو خو مفعول مطلق كمان راستو خو بدو فعلك يا هاتبه فقد نفرت منك نفورا كلمة نفورا هما هنا مفعول مطلق أما بيوتري مفعول مطلق ديسان ليرانيا ضرورة بزانين كسي معنى ما نهبو سي غرض ما نهبو بو باسك ردني مفعول مطلق هبو لمفعول مطلق كان تنها بو توكيد بو وكو أمن مونيه كاللي رانيا غرضك بريتيلا توكيد معنى الفعل يعني التوكيد شنك هيش تبدوايا بكارنيت نفرت نفورا نفورا مصدرك بيتكاني لو فعلاتك لبيش يو باسكراوة منصوبة بيوتري مفعول مطلق ما غرضه تأكيد معنى الفعل شنك هيش بدوايا بكارنهاتوا جاری واهش تیج بکار هاتو با زموای دانیل هیچ بکار نهاتو با چون که واهک بکار هاتو جمله کی جاکر دو تو فاریزیک بکار هاتو جمله کی تر دسی پیکر دو لو کاتا جوری مفعول مطلق کمان با توکیده بلام اگر بدوایا نعتیک یان مضاف الیهیک بکار به هاتا یعنی مثلا نفرتو نفورا کبیرا نعم كثيرا نعتيك من بو بكار بهنا لو كاتا جوري مفعول مطلق كمان مفعول مطلق غير نفورنا بلام غرضك ابو باب بيان النوع او ابو بيني مان ليش الى قصيدك انا بكاري انا ابو السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين تركض ركض تركض فعل مضارع بو او ركضه بدواء بكار هاتوا مفعول مطلقة وشنك مضافة بولاء الخائفين شد بدواء بكار هاتوا جورك بريتي بولا بيان النوع جوري أخير مان بريتي لا بيان العدد لو قلنا مثلا نفورا واحدا جماريكي لقلا بكار بي لو كاتا مفعول مطلقة كمان
غرضك يبدي تبي له بيان العدد. أما بكرتي سبارت بمفعول مطلق أو أنا ما بيرك كده تو دلني عبنا لتأكيرنا وكان بكاردي وأبيخ لن كاربتواني بيناسية توا. شو أني ناسي نوا؟ تشاوجك بيتكاني لو فعلاتي كلا بيش خوي وباسكراو. دو بدوي أو بعدتكي خو من هيك بديتي له مفعول لأجله وأبو ما رون كردنا ولا هني دفر بيش يوتري مفعول له همان واتاي هي هج جوازيه شنو مفعول لاجله ياخذ مفعول له همان معناي هي شن مشتق لسري غرين كبير مام كويتو يا كم شد مفعول لاجله بوشي باسكري طبعا مش هر مصدر منصوبه بوشي باسكري لبيان غرضي باسكرنا كي بريتيلا بيان سبب وقوع الفعل هو كاري روداني فعل كمان بورونا كاتو بيان سبب وقوع الفعل كاب غرضي ام جوازا لا غرضي مفعول مطلق او سي غرضي هبو بلا ممتن هايك غرضي هيك بريتي لبيان سبب وقوع الفعل دو خالي ترك لسري جرينجن بزانري يكي كان ويا تشكاتك مفعول لاجله منصوبه به مفعول لاجله وشيك معناه هو كاري روداني فعل كيت يا هيا بس تشكاتي ام اعراب يكين ولين مفعول لاجله منصوب بالفتحه دو مرجي هبو يا كمشد مصدرا قلبيا مرجبو ابي مصدر يكي قلبي به واتا لو مصدران به كبدل انجام ادري كومل نمونه من دابوني لكاتي خويا كاو مصدران بدل انجام ادري اكو حب كره خشيه رهبه رغبه او انا مجموعه وشن كبدل انجام ادري و زور جار خوين كارتو شي كشاب يلا ما مستوى مصدري بكار هاتوا من لا معناه كولم وزع باجنيه يعني شلون بتوان مزان من مصدره مصدري شي قلبيه يعني قلبينيه ألين كان وشيك معناه يتيه وشانه كان جارب خواني توا باشا بيج قلوش لو فعلانيك غير ثلاثين مفعول لأجله هي كمان زور بيكات يعني بهمزة دس بيكا بإي كاقر همزة كشيبونا كري بألف دس بيكا ناري قد همزة كيلة سروبي وعني ياخد بتاع دس بيكا شون كمصدر كان لفعلي خماسي سداسيا وزورك للرباعيش سرتاك يعني يعني بإي دس بيكا يعني بتاء دس بيكا مرجي دوهمي متحدا مع فعله في الزمن والفاعل أبي لقل فعلك يا شون يقبي في الزمن والفاعل زمن وفاعلك شي وكو فعلك وابي أما قنجي أم كلمة زمن وفاعل باختيارات بكار بي وكو لبرسيارة الجارد نكاني كاتي خويا بيشان ماوي أو تري مثلا مفعول لأجله أبي لقل فعلك يا شون يقبن لا أي الفعل والفاعل بي الزمن والفاعل سي مثلا الفاعل والمفعول به شن والله ماكو اختياراتك ذاتت وبي تركيز بي لسر ناسي نوي كوتاتي بيني كالسر مفعول لأجله هبو بريتيبو لويك يجوز تقدم المفعول لأجله يعني تقديم المفعول لأجله على فعله يعني يقول جيل الرسيكا مفعول لأجله كمان لزرتا وباس كرابي دوا بدواي أو لناور رستكا فعلك باس كرابي وكون منسادي كمان قمت احتراما للمعلم قمت فعل ماضي بتاع كمان فاعل بو احتراما مفعول لأجله أما أنتو أني احتراما بلين بيشو بلين احتراما للمعلم وقفت كابي أكري مفعول لأجله لبيش فعلك وبعز بكري جائزة أما وكو اختيارات دوتري تقديم المفعول لأجله على فعله جائز لاختيارة كان أبي بزانين جائزة درست مفعول لأجله بيش فعلك بكري لرا بيرد بي جوازين وان جملة اسمي وفعلي تيكلنا كيد جملة اسمي الجملة التي تبدأ بالاسم بلام همو اسم يقنا باسمك مرفوع بي شنك جملة اسمي بيجد لمبتدأ وخبر وهردو لان بيوستك مرفوع بن بلام اگر جملة كم بيني لسرتاكي واسمك منصوب بكارهاو بدلنيا يو جملة جملة فعلية ولو كاتا مفعولك بيش فعلكي كوتو فعلك شو تدواوا وكو احتراما للمعلم وقفت لم كانت انا لم جمله اسميه ازانم جمله فعليه ويشك لمفعول كان وارد بو كبريتيه لمفعول لاجله اما سبارت باب بابتي كمان كبريتيه لمفعول لاجله بابتي دوهما لا ضابط اللغي وحده كما بريتيه لا طبعا بيشو يبشينا سر بابتي دوهم لمفعول لاجله بيشتكا تركيز لسر وبلا تمرينات كان شن مونيك مان هي كهند يا اخوان كارليتيك شو واي زانيو اما مفعول لاجله هي لقد ريزي زور زور ما هند يقلا ما مستعانيش دياريان كردبين ويك متابعين ابو بيو بس سطحي بس ريال روشت به كلمه مبللا بكامله مرتجفا من البرد ابي اخوان كار تركيزي هبه لسر ناسي نوي مصادر تشاوغا كان بناسيتوش كمفعول لاجله مرجت يا او شي بكاردي
أبي مصدر به يعني مصدر منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل شاوقا بكاره هنري بورون كرنوي سبب يروداني فعلك لبروا ومزانا هرشي سميلي سوربو همزا غاية يعني ودونياش بلوا هروشيك منصوب ولدواء فعلوا مرجنية مفعول لأجله به زور جار حال بكاره هنري خاصة نقر مشتقات به لبولي ينزيع حالتان بستوى بابتي دو همان بريتيلا المستثنى بابتي مستثنى هم لا تاخي كرنوي بكالوريا وهم لا تاخي كرنوي ورزيشا بدلنيايو زورترين برسياري تيابا كاردي لهالب جارنا لضوابط اللغة برسياري زور تيابا كاردي چن برسياري چي گرين مان هي لن بابتيا اوه كلمة برسياري حكم المستثنى مستثنى كمان حكمي چيا طبعا ناچي نو سر باس كرني استثناء بالتفصيل كاستثناء سر ركني هبو اداتي استثناء كإلا غير سوى خلا عذاب وإما دعوة كراه بينش أدات كسي جروبن ومستثنى أو شيء كلا دواء إلا كوا بس أكره مستثنى منه أو شيء كلا لبيش أدات كوا بس أكره وجاري واش هي بس ناكره أو إيه كجرينج على مستثنى بيش زانين يحكم مكان أو إيه كأما بزانين مستثنى يعني استثناء دو بشي هي كجوري كان بيا معنوت استثناء تام وجوري كشمان ناو نابو استثناء مفرغ وهي ما زانين كاستثناء تام مفرغ بشي جاك لينوا وقت باس كراو بوتان استثناء تام جملة كمان موجبة أري أداتي نفي تيابا كارنا هنري بلام استثناء مفرغ بدلني أيوا أداتي نفي تيابا كار هاتوا واستثناء كمان منفية جملة كمان أدواتي نفي ما باس كردوا ليس ما لا لم لما لن إن أما أنا أداتي نفي ولا بيش استثناء مفرغة باسكرين أجل استثناء كمان تام بو بدلني أيو حكمة كيبريتي على النصب أبي مستثناء كمان منصوب به بلا أجل استثناء كمان مفرغ بو حكمة كيبريتي على حسب موقعه واتأو شيء دعاء إلاك يعني مستثناء كمان بقشتي إعراب كريبا بي بيوستي جملكا ليرانا جرينجا كاستثناء منقطع لتام ما جاب كينوا أجل شكتيبا كمان هجرون كرنويكي سبارت بدو جوركي تامنا ومتصل منقطع تنها منقطع نبه استثناء منقطع بو إما داوا كراوا وأبي أو نموناني لكتابة كما أنا باس كراوا وهندي نموني تريش كسادنو معنا كان ينقر سنين أقاما ليانها به استثناء منقطع تيبو أو أبو كاستثناء من غير جنس المستثنى منه فينا إلا الركاب كشتيكا جغل سرنشين كاني وهني الطلاب إلا معلميهم معنى طلب كان جقلا ما مساكان لم حالتها كابينين مستثنى ومستثنى منه جوازا أزانين استثناء استثناء شيء منقطعة هر دو جورة كيتام كمتصل ومنقطعة متصل بباس نكراوة بلام خيون كاري عزيز توب زانا حمو جملة كأداتي نفي تيانبو حكم كمان بريتيالا نصب حكم مستثنى كمان وإعرابي مستثنى كمان بريتيالا مستثنى منصوب بيل إتر علامات نصب مانزاني الفتحة الياء الألف أجر أسماء خمسة به والكسرش من هي أجر جمع مؤنثي سالم به إلا الطالبات الكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم أما سبارة باستثناء تام بلام أو تشن نموني كمنقطعا وات مستثنى مستثنى منه جواز لك أو أنا بيخ ينكار إنا وكتبك جوان ضبطك كلا شواني خويا باس ما نكردو بالتفصيل وهندق نمونش كمان كان يعني آسان به ليس يعني طعام إلا كتب وتمان طعام وكتاب دوش تجاوز لك أزاني استثناء استثناء منقطعة لسبب كا أجر بيو تبوش يا استثناء منصوبة توب يبلي لأن الاستثناء منقطع ناب يبلي لأنه تام راسته هالشي منقطع هي تام مشا بلا ملو كاتي على كاتي اختيارك أنا منقطع على بجارين بقرين جزان بيت بلا ميش اللي اختيارك أنا بدلني أيوة بيناسي تام مفرغ منقطعة تام بين أسخي بريتيلا المستثنى منه مذكور أو تريم استثناء تامة شنكا أي بي سي دي اختيار داعته ياخذ أو تريم استثناء مفرغة لبروي أو ياك دوسية شوار اختيارات تدريته بچي أي ناسي نوا شو نزانين وهني لسبب كان أبي بزانين استثناء تام بين أسخي والمستثنى منه مذكور مفرغة والمستثنى منه غير مذكور يعني غير موجود في الجملة استثناء منقطع وابو المستثنى من غير جنس المستثنى منه دواب دواي اوا اتوانين بلين لاستثناء تيجين بم هيكليا ابي بيرمان بيكا
لا استثناء مفرغة أو شيء لدواء إلا وباسكري إعرابك حسب موقعه في الجملة. يا مدو جور جملة ما العربية هي الجملة الإسمية والجملة الفعلية. بيش تكاخن كاري عزيز شعر زاي سبارت بجملة اسمي وفعلي هبه لك ناحية إعرابه خاصة بوم تعقير نوية كهتانا كتعقير نوية كنوسيني تياهي جاواز لوزاري كهمو برسياركاني تنها هلب جاردنا اما انتوزك قرستر لو استاك ابي بخوت تكان بنوسيت ابي تركيز به او شيء كلا دواء الا باسكري اگر جمله كمان جمله اسمي به لا بيشو جمله اسمي ما نبو بدل نيايو او شيء لدواء الا باسكري يان مبتدا يان خبر لو دوانت انا بري چون زانين مبتدا يان خبر ابي بتوان مبتدا وخبر ليك ترجع بكينوا مبتدا مرجع ابي اسم به بلام خبر مرجنيه اگر اسمك نكرة ومعرفة ما نهبو اما زاني مبتدأ كمان اسم معرفة كيا ونكرة كابية بخبر اگر شبه جملة ما نهبو على قل اسمك اما زاني شبه جملة اتواني بيا بخبر بلان بهي شبهنا اتواني بيا بمبتدأ لبرو ما نود مثلا ما على الرسول إلا البلاغ شون كالبيش إلا كوا على الرسول جار ومجرور شبه جملة ازاني ابي بخبر البلاغ ما نكر بمبتدأ بلام أقل رسيك أبيني من اسمك لبيشو بكار هاتوا ما الحرب إلا ما علمتم الحرب مبتدأ وشكيدوا وكم بخبر أقل جملة كم جملة فعلي بو أو يكلم منهج إما لأن منكان يستثناء باس كرابي أو شيء لدواء فعله وبكار ده يعني فاعلة يعني نائب فاعلة يعني مفعول به هي يعني مفعول فيه هي أو يكلم باس كرابو يقنم نشمان هبو بو مفعول لأجله كمان شون كربتي هي لقل بابتي بيشوش من قرنكتريكا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة نبيب مفعول لأجله مفعول فيه شون بناسينوا هركاتك بيني من بدواء إلا ظرف بكارهن رابو أزاني نبيب مفعول فيه إلا ساعة من نهار لم يلبثوا إلا ساعة ما لبثوا غير ساعة أجر بيني من ظرف بكار هاتبو أزانين جوري استثناء كمان استثناء مفرغة وظرف كش ما نبيب مفعول فيه بيج قال مفعول فيه مفعول لأجله ما نباسكر إلا رحمة كمصدر قلبية ظرفنية وفاعل مفعول به أمينته شون خلين كار بتواني بزاني أمو شيء لدواء إلا باسكراوة فاعلة يان مفعول به يان نائب فاعلة أبي بيرد بيك فعل ضميري بيوالجي يان مشيك لدواء وباسكري من ديما قر فعلك مشيك مرفوع بدواء بكار هاتبو أزانما مش مرفوعا فاعلا بدلنيا يوشك دواء إلا كم بمفعول به أقر وشي مرفوع بكار نهاتبو ضمائر الرفع متحرك بكار هاتبو كبريتيب لتاء فاعل نون نسوو يعني ألف اثنين وابي جماعة ناي متكلمين لفعل ماضية بمرجع بيشو اسكونيها بيو لو كاتانا فاعل باسكرا وشكي دواء كم بمفعول به بلام زولينين نمونا كان بيتواني اما يقدين لبيش لبيش إلا كوا كاتب فعل كمان باسكرا كاتب فعل كمان بكار هندراوا أو نايا بوابا مفعول به مثلا زول لنا نمونا كان بكار هاتون مثلا قل لن يصيبنا لن يصيبنا هم فعلة فعلة شيء مضارعة نايل قلها بكارهات أو ضميرانك بيمانو تنتمان ابن بمفعول به هاء وكاف ونيو نا دوانزا ضمير مان هبو أو دوانزا ضمير ابن بمفعول به كاتبيني من أداة استثناء لدواء وبكارهات بطلني أيو أو شيء كالدواء وبكار دي ما دام فعل مفعول به مان هبه إما أمو شيء دواء وكين بفاعل تنها ليك حالتان أيكين بفاعل أيكين بنائب فاعل أقرف عليه بيش همان بكرنا ديار به كأولا وحدة دوها ماو لباس اسمي مفعولة بالتفصيل باس فعلي بكرنا ديار من كردوا ما يلقاها إلا الذين صبروا ما يلقاها إلا الذين صبروا وثمان يلقاها فعلك مبني للمجهولة بتشي أزان فعلك بكرنا ديارا بويك ما بينين ما يلقاها إلا الذين صبروا أما أنفع لابينين أولك إضميها وبيتي بيج آخري شي فتحيها بويتي يجين أنفع لفعلك بكر ناديارا
ومفعول بهشي لقرا بكار هاتوا بويا بناشاري او شيك لدوامانو نايكين بفاعل كين بشي نائب فاعل كبكارنا نائب فاعلش زور زور كما دو بدوي اما ما توبلين الا يشلو اختياراني ليكسري بكار دي بدنياي ولا امتحانا دو حالتي هي الا كمان هي كاداه استثناء اداه استثناء يعني حرف استثناء طبعا حرفه وان يشكاتك اجر استثناء كمان استثنائك تام بو وات جمله كمان مثبت بو وبيشيلين اداه حصر اداه حصر هندق لو انيك حزيان لا قصر بيلن اداه قصر همان واتاي هي حجاوز يكينيا حصر وقصر وهندك اتوانين بلين اداه توكيد شي يعني افاده توكيد كاكاتي انا في لا بيشو بو بلا مويك ستاندار اداه حصر بكاره هندي الاختيار كان اجر استثناء كمان استثناء مفرغ بوات جمله كمان منفي بو بالنسبه غير سواوا كدو اداتي ترن لدواي غير باسمان لدواي الا باسمان كردون حج جواز يق لنيوان ام دوانانيه همان حكم اعراب كان الا بسري يعني انا جيب جيبه بلام تنها جواز كان و امان بلا ادات بلام خوان ابن بمستثنى بردوام وهو مضاف وشكي دوايان مضاف إليه بيني من لبكالوريا أو شيء دواي غيري باسكر دوا أو خطي جينا وبجري على مشي كوي عرابة كري آيا بيبا مستثنى منصوب مضاف إليه شيء شيء إلى نهايته زاني نبيبا مضاف إليه لسطا سط أو شيء لدواي غير سواه وبكار دي أبيبا مضاف إليه أيش حكم كان همان حكم كان إلا أخو منصوبة ياخد حسب موقعه هي ببيوي جملة كمان مثبتة ياخد من فيها رونيا كينوا كوتاشت كليرابيلين بريتيلا خلاو عدا خلاو عدا عزيزان رون مان كردوتو وقتي خوي كام دوانا دو حالت يان هيا يان وتمايان لقل بكار هاتو ماي مصدري يان ببي ما بكار هاتون اگر ماي مصدري ان لقل ابي او خلاو عدا عدا عن بفعل ووشكي دواو يان كي عرابي كين ابيبا مفعول به منصوب واقر خلاو عدا ما ان لقل بكار نهاتبو وان يبدلني ايو دا عن بحرف جر وأو شيء دواوة إعرابك بريتيا بلا مجرور لفظا ومنصوب محلا على الاستثناء منصوب محلا أما سبارت بابتي استثناء كدوم بابتي ضابط اللغة بلا وحدي يكما سلاوتان ليبي خوان كاراني خوشويست أتشي نسار بشي كتر لا وحدي يكم كبريتيا لا بابت أدب يكان كباس كراون سرتا باسي مقدمة أدبية كان كين يعني وش تاني درباري مدارس أدبي بو إما باس كراوة سي مذهبي أدبي بو إما رون كراوة ولم منهجي إما مذهبي كلاسيكي مذهبي رومانسي لقال مذهبي واقعي لو واحدة هي كما دوانيا لما أنا بو إما رون كراوة مذهبي كلاسيكي لقال مذهبي واقعي سبارت بويك لمدخل إلى الوحدة لقصيدة مساء سرتا أوبخوينين باشترا بيش ويبتين سر قصيدة نشيد الحرية وكبرستان عقدارن سببت من هي لأدب لوحدية كما نشيد الحرية كيشيليا وهروها قصيدة المساء كإيليا أبو ماضية وقصيدة أطلال كإبراهيم ناجية أو كجرينجا سبارت بمعنى بيش رون كرنوي قصيدة كان بديتي لو هيك أو مقدمي لمدخل إلى الوحدة هي سبارت بمذهبي كلاسيكي ورومانسي عزيزم هولبا زور بباشي درشانك وباش ليتي يبقى بويك نصي كدرا توب زاني او نصي كلاسيكيه يان رومانسيه اگر فيلي شي كردانه و خمانه باسكين زربه او نصاني بو تو باسكري نصي شي رومانسيه بنا مكان رومانسيه تزاني ازاني اما چن خالك من بو كلاسيكيه باسكر كلاسيكيه شش بنا ماي هبو شش خال هبو كيما كلاسيكيه من بي اناسيوا ليكم خال يانا بار لدوريه كما برسيالي لسرهاتوا تقوم الكلاسيكيه على السلفيه التقليد المحاكاة كل ما ورد صحيح اختياري شوارم هي كم بنماء كلاسيكيات بريتيب والسلفية والتقليد والمحاكاة يعني ولا كم دورين برسيار هنانا ويبكالوري لسرم مناجا أو بكار هنرا بوية بيوستكا أو خالاني كمميزات كلاسيكيات زور بباشي صبتيان كين شش خالمان هي وبزانين كلاسيكيات كيسري هلا ولا لأوروبا والرومانسيات كيسري هلا ولا أوروبا ولا ولاتاني عربيش كيسري هلاوة وهو شاعراني كشاعر الرومانسين لأنه عربة شش حوت شاعر بو إما باس كراوة أبناو يو شاعران زور بباشي بزانين دل نيابن لتاقي كردنوايا بود بكارين دي هم لوزاري هم لم تاقي كردنواني خوشمان دواتر سبارت بالرومانسيات خالك تياه هيا
كانت سمة التغيير رومانسية بهيت شويك دس برداري الرومانسية يعني الرومانسية فرقناك هر دوشان يقواتي هي كانت سمة التغيير تايبت من دي غورانكاري بردوام لقال رومانسية تاهي قد قد رومانسية ببي غورانكاري نابي مروف الرومانسية كان بردوام حزيان با وكو خوماناسا بردوام حزيان با غورانكاري هي بيقماني وجهم بدان رومانسي مذهبي رومانسي أم خالي جاوازة لخالة كانيتر يعني يما خوما لتاخير نواب وخيو انكاران من بكاري ناوا مثلا للرومانسية حب الطبيعة هي خيال هي عاطفة هي مثلا مجموعة شتي زور هي القلق الكآبة أم موضوع عن أهم للرومان الحرية للرومانسية هي بلان بتو وتري ما هي السمة يعني السمة الملازمة لانتشار الرومانسية أو تايبة من دي بردوام لك الرومانسية هي هم قصيدتك الرومانسي مرجنية باسي حرية كابه مرجنية باسي قلق وكآبة وحزن وحمشتك كابه بلان مرجع قصائد الرومانسي سرهالداني الرومانسية چون يقبوا لقال سمي تغيير وغرانكاريا دوابا دوايا وسرهالداني الرومانسية لولاتاني عربي لأوروبا سبارت بشورش صناعي اختراع الآل البخارية شتيق وتراو أو تواريخانة زانين اخرابنيا بنما كان الرومانسي بيستكا خوانكاري أزيز بيان خوانيتوا لبريانكا وزور بباشي شتيانكا بو چكالناو نصا كان جاري واهي أو تري أم نصا چبنا مايك الرومانسي زور بواضحي تيا ديارا باريزة تيا چخالك الرومانسي تيا باس كراو لبرو بخالكاني الرومانسيات بناسينو يعني نصيك بچيا من بزانم نصيك الرومانسية اگر مميزات الرومانسيات بباشي نناسمو اگر انو سر قصيدي يكمان كقصيدي شيلية نشيد الحرية سبارت بجاني شيلي مجموعية تبيني معن وقتي خوي باس كردوا كشيلي شاعركي انجليزية بكاره هنري وهن يسالي 1902 لدائق بوا و 1822 بزياي كردوا وتوفي غرقا بخنكان خنكاو وهروها أبدع في العشرين من عمره أمانة شانشتيبون لسر جانيام شاعرة سبارت بو برسياراني لسلم شاعرة بكاره هنريان بريتين لا الحواس حاسة كان كمروف بيانج هستوري هي أبي ناوي هستورا كانوا أو أداتي بيانج عمدري بيزانين مثلا بتوبوت لم دير الشعرية نصي كالامتحانة يا بيتي كلميك مبودركة يدرك بحاسة البصر توبلي والله نازان بصر يعني جي جير أخويت بحاسة السمع بحاسة الشم بحاسة اللمس يعني بتايبة سمع وبصر زور قرنجة بيستن وبينين أو شانيكا بيستن هستي بيكين وأو شانيكا ببينين أيزانين بدل نيايا ويشيك لو بابتاني بكاردي بين الصكان طبعا وشي زور آلوز بكار نايتو نزاني يعني جي بلا ما وشانيكا بكار هاتنا بيبزاني أو شي بناسي توا كدلالة دكالة سر صوت أو بلا قصيدكي نشيد الحرية أما كلمة هدير ما نهبو الهدير بمعنى الصوت العالي يعني كلمة المزمجر ما نهبو كما معناه الذي يكثر من الصياح والصخب إذن الزمجرة يعني الصياح والصخب كما معناه الدنجي برز بكار يعني هاتو آوار بكاره هنران نعم كابي ما بيستكا حواسكان ما نقال يبي دار دي كيتر برسالة كيتر كاكري زورجار فكرة رئيس ما هي الفكرة الرئيسة نصك أدريتي أم نص مجموعة فكري ثانوية تياهاية فكرة ثانوية بلام يك فكرة هي فكرة رئيسية كابي هو البي استنباطي فكرة رئيسية بكي لتي يجيشتن لا نصكا بويا من تيبينين بويا واويا كنصك تان بو بكار دي ببالة دزمكن بوالام دانوا كاتي تاخي كرنوا كدو كات جميرة وهني تو تواني چارة كي يكم ترخان كي بو دقاكا او نصي دراوتتي هو البا دو سي جار بيخيون روا قراءة سطحية يكم جار شاو بيقشان نيكي نصكا قراءة متمعنة يعني قراءة كي ورد دقدان وقراءة متفحصة قراءة كفحص اشتكان كي ملكاتي والله مداني برزيارة كانا بتو تري مشتق وجودي هي يعني اسم جوان جوان كلمة كان دراسة كم زانم كان مشتق يعني كل أو مشتق بكار هات وكام يا اسم سيري نص كاكم زور جار كلمة كلا لبرزيارة كانا كادريتي برزياري ديم على كلمة مزمجر اسم فاعلة اسم مفعولة صفة مشبهة اسم تفضيلة مزمجر حركاتي ونكردوا لك شو أبوي كراوة لأنه نصك يسروا يا أبوي كراوة شو لنا نصك على قراءة متفحصة جوان بقرة كلمة مزمجر بدو زروا ولا يكبيني وحركاتك يعني بيني بعسانية تواني بزانية وشيء اسم فاعلة اسم مفعول نية أما سبارت با نصية كمان برسالة كي تركلم نصها ليه مكراب وبدل نيايه وبكاره هنري مسألة تشخيصة تشخيص
تعريف كيمان خند إعطاء صفة إنسانية لما ليس إنسانا صفتك إنسان بين بشتك وشت إنسان نبي وكل امتحانه بكارهات ببكت السماء أسمان قريا وهني كبيجمان أسمان إنسان نيتا بقري قريان صفتي مروفة يعني بكارهن جاوا بشتك بجانا يعني بشتك توانا أوينيا أم صفة لو حالتها قسيبي وترى صفة التشخيص يعني ظاهري تشخيص لأدب عبي تركيز من بي لسر ناسينوي التشخيص هم تعريفي تشخيص بزانين وهم أقل لنمونيك شابكار هاتبو صفتيكي إنسان درابو بغير إنسان بتوانين بناسينوا هيتش تيكي تر ليرا وجودي نيا لم نصايا كزور قرنج بي أتشينا سر نصي دوهم كنصي نصي مساء براستي أم نصا سر تاباي بريتيا لخيال إما يكن بنما الرومانسيات بريتيا لأ الاعتماد على العاطفة والخيال يعني يشل ابن ما كان الرومانسية الاعتماد على العاطفة والخيال لا على العقل بشت بستن بعاطفة وخيال بس بسوز وخيال نك بعقل كبك لطيفيك عيا داربة جاري واهي أما الاعتماد يك عدم لبيش يودان ري عدم الاعتماد على العاطفة والخيال بش نبستين بهست وسوز وبخيال أو ابن ماش ابن ماك ابن ماش مذهبك طبعاً بيجمعنا بيبقى كلاسي شيء شون ككلمة عدم يعني نكر الدنيا وشته معناه كي كاتوبة بيجوا أنا بيج نبستن بعاطفة وخيال لا كلاسي شيء تاهي العقلانية وضبط الانفعال لا سبارت بمنصيك شاعر كمان إيليا أبو ماضي بيستكاش جاني شاعر كمان زور بباشي قال يبي دان راوكاني بتعبت يكدو مجلة وجريدة كتير بيش داري كردوا جريدة الفتاة لي شكري بخاش لتجنشة وجريدة مرآة الغرب كإنجيب ديابة بلام خوي جريدة ومجلة در كردوة سرنوسري مجلة سمير بوا يعني رأس التحرير المجلة العربية وهني أمانة حالتي كترن سرنوسر جاوازة رأس التحرير بجداري كردن جاوازة سبارت بجاني إيليا أبو ماضي قصيدك سرتاباي بريتيبو لخيال بريتيبو لفنابردن بو سروشت ديماني خياليتي أهبو معنى كلماتا كان زور بهندور بقرأ وهو الباء لنصك جوان جوان حالي بوبي أو شتاني كبرسيار كراو لنصك آسيا تعريف معنى بوسيا كلمة دلالات عاصبة الجبين لقل خشوع الزاهدين لقل تنم وياسل ما عليه قرنجي بيين ليرا ديسان بابتش أدبي بو إما باس كراو لنصيانا كبريتيا للتعارض كامل شوين يخوى وقتي خوي تعارض من زور باس كرت بتعيب التعارضي كان بتوي خوين كار زور بعسان يا ناس يتوه تعارضي أسلوبي كدو أسلوبي جواز ما نهبو أسلوبي خبري لقل أسلوبي إنشائي أبي جملة خبرية كان بنازي توه جملة إنشائية كان بنازي توه كبيويس تبي بوزانيني نمطي إعازيش كلام وحدة أو نصاني بكارهات والنمطي إعازي زورتي آهيا هر جملك إنشائي طلبي ودعوة كاري وفعلي أمره لامي أمره يعني استفهام وتمني وندائي زورتي أبو تيجين أم نصمان نمطك نمطي إعازية كبير معنا برسماء النمط المهيمن على النص بيستكالي رانا أبزانين جملة خبري لجملة إنشائي جاب كينوا أقل لدي الرشعرك بشيكي جملة خبري بو بشيكي جملة إنشائي بو إما تيجين لم رستيها تجورة تعارضك مان هي تعارضي أسلوبي جاري واش هي تعارضي أسلوبي مانية ناتباي أسلوبي مانية بلكو تعارضي دلالي مانية لناحي معنى واشتكان نقنجاون وكلام قصيدة يبين بين ركض السحب وسكون البحر تعارض يشك لو بابتاني كبيرستكا لم موضوعا زور بهندور بجيري هم تيجيشتن لتعارض وهم لنصيك شاقر بكار هاو هاو البين تعارض بناسي نوا زور جار خلان كاران برسيارك انجاوازي لنوان تعارضو ضد داشية أرين لعلمي دلالة دوشة كدجي يقبون يما بيانا لينشي ضد بلام تعارض دوشا كناتبان بيكو مرجنية دجبن دي سان ياسي جوية ذكا من دوبارة بيتو واتا همو دجيك أقنجي تعارض بن يعني ليل ونهار ضد يكن لناحي معناوة وتعارض يجي دوشتا ناتبان بيكو بلام روناكي لشواو تاريكي للروجة يعني تاريخي للرجع كالعادة الرجع هناك أم دوشتنا تبان بيك وتعارض يعني هيا بلام ضدني أما سبارت با أم بابته هروها اشتكي ترمارون كردبو ولم موضوعها وسلي وصف كوصف دو جوري هي وصف ذاتي وموضوعي بالنسبة للواصف وصف ذاتي أو بحزو خلياي خوتو اشتكي باسكي ترشوخي باشي بيواكي ووصف موضوعي شوية وصف الموصوف كما هو في الواقع وصف كردني اشتك شون لواقعها هيا وكو خوي هروها وصف خارجي وذاتي خارجي
لقال هن مان هبو داخلي وصفي داخلي بنتي ولا وصف المشاعر والأحاسيس والنفسية والطباع بس كردي سرشتي وإنسانة بلا وصفي خارجي بنتي ولا وصف الموصوف حسب ما تلتقطه الحواس الخمس ببي أوي كبينج هست وركد هستي بيكا شون موصوفك وصف أكي سبعت بمن الصاوي كجرين بو أمانة بون مؤشرات نمطي إعازي الرن مان كردوتو لكاتي خويا هروها لم نصيا أبينين مجموعه بابتي تياهبون يشي لو انا مثلا كلمه تشاؤم لقل تفاؤل كما بالكتريان جاب كينو تفاؤل جشبينيا تشاؤم رجبينيا شاعره كمان دوري تفاؤل يبيني ودوري تشاؤم شياب بخات سلمى دو بدوي اوا رمز مان هي لا لا باريتشواردايا او رمزان زور بجديله بربك كلمه مساء رمز بوتشي كلمة مثلا الغيوم الراكضة كرمز أبو العمر الراكض الدجا النجوم الضحى أمانة زور زور قرنقل تشبيه كالبلاغاء خيون دومانا أبي قرنجي فيها بين أركاني تشبيهات بو شن ركنن شوارن المشبه المشبه به أداة التشبيه وجه الشبه شوار ركن مان هي كيمرون مان كردوتو شنجارك كالتشبيه لنصة كان مانا زور جار دور ركني باسكري مشبه مشبه به باتشي أزاني نم نصة نصة الرومانسية كنصة كداتي الامتحانة ليدا برسية شون أزاني نم نصة نصة الرومانسية طبعا بيقومان توبي لري خصائص ومميزات الرومانسية تو تحليلي بوبكي تابزاني دوا بدواي اوا اتشي نسر نص الأطلال ك إلي ظاهر أبو ماضي وتبوي وسبارت بجان يم شاعر اشتكي أوتومان بوباس نكراوة لم قصيدي شابيني ما النص كديس النمطي عازية كلمات كاني لبركين وشي قرنجي تياهية بتعيبة كلمة الأطلال وهني أم قصيدي عاتبو الامتحاني بكالوريا غنتها شكر دويتي با قراني ماجد الرومي ياخد خاتو أم كلسوم والله أم كلسوم كر دويتي با قراني أما أن بكاري أنا أبو أقرشي برسارة كيزور لعوازي جبو لما أنا أعلم نصيها مجموعية اشتمان هي يشي لو أنا باسي تعارضي أسلوبي ودلالي مان هي لنصيكا لزور شوية ناسي لكين أم تعارضاني تياه أبي تركيز مان لسن ناسي نوي ببي خو ما نزاني لامتحانا أم نصي خو ما نبكارنا نصي كتر ما أبو بكاري يعني بلا ما يقول إما لبابتي تعارض تيقى يشتبين زور بعسانية توانين لناو نصيكا تعرض دز نشان كين بتعيب التعرضي أسلوبي كبعساني بأيوة دز نشان أكره بلام تعرضي دلالي الرنج بيه ما ناي زياتر بيويز بأيوة شون نقولينا وموضوعك بيويز بيه كبقراءة متفحصنا بيناتو عنين بيدوزينوا بمشي ويا دين سر دين كوتاي بابتكاني أدبي وحدي يكمان